بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الأربعاء. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم من مكتبة بيته في الرياض. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بتفسير الآيات المباركات من سورة الأنبياء في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمات من سورة الأنبياء يرد الله سبحانه وتعالى على اعتراض المشركين وعبدة الأصنام، الذين لما سمعوا قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. قالوا إذن المسيح عبد من دون الله، المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عبد من دون الله، إذن يكون مع أهل النار. الله جل وعلا رد عليهم بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فعيسى عليه السلام ممن سبقت لهم الحسنى من الله، وهو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وهو رسول الله عبده ورسوله، فلا يدخل مع عبدة الأصنام النار كما ظنه المشركون واعترضوا به على هذه الآية الكريمة. ولهذا قال في الآية الأخرى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو، يعني المسيح عليه السلام، فهو عبد كما عبدت آلهتهم من دون الله، ولكن الذي يعبد وهو لا يرضى بعبادته وينهى عنها لا يدخل في هذا الوعيد، ولا يدخل في الذم، لأنه يتبرأ ممن عبده. وعيسى عليه السلام في حياته كان ينهى عن عبادة غير الله عز وجل، وينكر على المشركين، ويدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى كإخوانه من الأنبياء والمرسلين، فليس لهم شبهة في هذه الآية، وإنما يريدون بذلك التمحل والاعتراض فقط، وهذا لا ينفعهم عند الله. قال جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، سبقت لهم في قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى الحسنى، وهي الجنة،
أولئك عنها أي عن النهار أي عن جهنم أولئك عنها مبعدون، مبعدون عن النار، لا يسمعون حسيسها أي صوتها وأصوات المعذبين فيها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، هم في خلود في النعيم وما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فهم في الجنة بعيدون عن النار وحسيس النار وأصوات أهل النار وعذاب النار، ولله الحمد والمنة. ثم قال جل وعلا: لا يحزنهم الفزع الأكبر، ذلك حينما تقوم الساعة وينفخ في الصور فإنه يحصل فزع. قال جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فأهل الكفر يفزعون ويخافون من هذا الهائل، من هذا الهول العظيم، إلا أهل الإيمان من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم فإنهم يكونون آمنين، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون من النعيم والسرور، لا يلقون مكروها ولا يحزنهم الفزع الأكبر وأهوال يوم القيامة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. هكذا يكون حالهم يوم القيامة، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فهذا مصير أهل الإيمان من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم عند قيام الساعة وعند الفزع الأكبر. ولذلك جاء في الحديث أن الساعة لا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله، ذلك أن الله يقبض أرواح المؤمنين قبل ذلك، ولا يبقى إلا أهل الكفر وأهل الشرك. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، إنما تقوم الساعة على شرار الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. فهذا مصيرهم يوم القيامة بخلاف مصير الكفار، فإنهم يلاقون هذا الفزع عند قيام الساعة والعياذ بالله. لا يحزنهم الفزع الأكبر، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فعلى المسلم وعلى المؤمن أن لا تروج عليه شبهات أهل الكفر وأهل الإلحاد الذين يريدون أن يصرفوا المسلمين عن كتاب الله بالشبهات والاعتراضات الباردة، فإن الله جل وعلا رد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قال عن القرآن: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلا يدلي ملحد بشبهة إلا وفي القرآن ما يبطلها ويبين كذبها، ولله الحمد. نعم. يوم تكملة الآية يا شيخ: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا بيان لما يكون يوم القيامة، أن الله يطوي السماوات والأرض كما قال جل وعلا: والسماوات مطويات بيمينه، فيطويها سبحانه وتعالى بيمينه سبحانه ويقبضها قبضا، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه وعظمته سبحانه وتعالى. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، المراد بالسجل هو الله أعلم الكاتب الذي يكتب
ويطوي الكتب والأوراق التي كتب فيها، كما بدأنا أول خلق نعيده. الله جل وعلا قادر على إعادة الخلائق وبعث الناس من قبورهم كما أنه بدأهم أول مرة، ولا يعجزه شيء. والله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلا يعجزه شيء. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. الله وعد بهذا: إنا كنا فاعلين ما وعدنا به، لأن الله جل وعلا لا يخلف وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم على تفسير هذه الآيات المباركات من سورة الأنبياء. فضيلة الشيخ، وصلنا هذا السؤال. تقول الأخت: امرأة يوسوس لها الشيطان في صلاتها وفي ذهابها ومجيئها بوساوس عظيمة تستحي أن تذكرها، وخصوصا فيما يتعلق بالله عز وجل. هذه المرأة تقول بأنها خائفة جدا، فما توجيه الشيخ صالح في هذا السؤال؟ الحمد لله، هذا من كيد الشيطان، فلا يهمها ذلك، ولا تتكلم به ولا تهتم به، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويذهب عنها بإذن الله هذا الوسواس، ولا يضرها. عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل الشيخ صالح: هل يشهد للرجل بالإيمان بمجرد اعتياده المساجد كما جاء في الحديث؟ نعم، جاء في الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الحديث وإن كان ضعيفا لكن في الآية ما يدل عليه، قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: مجموعة من طلاب المدارس قام أحدهم بإهداء هدية إلى معلمهم وسلمها للمعلم المسؤول عن هذه المجموعة من الطلاب، ولم يخبره باسم الطالب المهدي، فهل يدخل في ذلك بسوء النية أو في الرشوة؟ لا يجوز للمدرس أن يقبل الهدية من الطلاب إذا كان له راتب، إذا كان له راتب يدفع إليه من الحكومة أو من الجمعية، إنما يكتفي براتبه ولا يأخذ من الطلاب شيئا، لأنه حينئذ يكون من باب الرشوة، لأن المدرس حاكم على الطلاب في أجوبتهم وفي اختبارهم ونجاحهم ورسوبهم، فلا يقبل الهدية. وأيضا يكون متهما بالمحاباة فيدرى عن نفسه التهمة ويبتعد عن هذه الأمور ويكتفي بما يعطى من الراتب. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. نبدأ باستقبال أسئلة الإخوة والأخوات، وناخذ سؤال من مسفر من الرياض، متصل، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. مساكم الله بالخير. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. السؤال الأول شيخ، أنا في تردد إخوان تعالجونا أخ عبد الله، في تردد يقول الشيخ. تفضل يا أخ مسفر وارفع صوتك لو سمحت. أقول عندي سؤالين. السؤال الأول: أنا تعبان مسوي حادث ويشق علي الوضوء، فأجمع بين الصلوات المغرب والعشاء والظهر والعصر، ما أدري يجوز كذا ولا ما يجوز؟ والسؤال الثاني أفضل صلاة أنا جالس أفضل متربع ولا جالس نفس جلوس السجود؟
إلا الجلوس هذا على الركبتين كذا. طيب شكرا. نعم، إذا كنت على أثر حادث ويشق عليك الوضوء لكل صلاة فلا مانع أن تجمع بين الصلاتين، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق بك. وأما السؤال الثاني، يقول الجلوس هل أجلس متربع أو جلوس متصلي؟ إذا صليت جالسا لعذر في الفريضة فأنت بالخيار، وتتبع الأسهل عليك من متربع أو جاء مفترشا كحالة الصحيح. نعم. طيب ناخذ المتصل نواف من الخفجي، تفضل يا نواف. ألو، مرحبا. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ شك طيب، حياكم الله. يا شيخ أنا عندي سؤالين طال عمرك. تفضل. نعم. السؤال الأول، أمرك بسك على الدخان يا أخي، ما دام أنه يقولنا حرام، طيب ليه ينباع عندنا بالمحل؟ وسؤالك الثاني؟ السؤال الثاني، احنا نشتكي من البطالة عندنا بالسعودية، عندنا طيب. بطالة شيء ما هو طبيعي. أشكرك شكرا جزيلا. نعم. عن حكم الدخان فضيلة الشيخ وشربه؟ الدخان حرام شديد التحريم، لأنه مضر ولأنه خبيث، خبيث الرائحة، خبيث الطعم، مؤذي للشارب ولغيره، وأيضا يورث أمراضا خطيرة، فالمسلم يتجنب هذا. والله جل وعلا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والله جل وعلا أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، والدخان بجانب الخبائث لا أحد يقول إنه من الطيبات، فهو حرام. فلا يجوز لعاقل فضلا عن مسلم مؤمن أن يشربه ويضر نفسه ويبغض مجالسته إلى الآخرين، لأن الناس يتأذون به، فهو يتجنب هذا ويعوضه الله خيرا منه من الطيبات. نعم. كيف يستثمر الشباب أوقاتهم وحياتهم الشيخ صالح؟ يستثمرونها فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم، لأنهم هم أساس المجتمع وهم العدة بعد الله سبحانه وتعالى للأمة، فيكونون أنفسهم تكوينا صحيحا. والحمد لله الآن مجالات التعليم مفتوحة، مجالات العمل مفتوحة، إذا كان عندهم كفاءة وعندهم شهادات فعليهم أنهم لا يتكاسلون ولا يميلون للبطالة ولا يضيعون أوقاتهم في اللهو واللعب، فإن هذا خسارة عليهم عاجلا وآجلا. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ علي من جدة، تفضل أخي علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ صالح؟ حياكم الله. الله يعطيك العافية. في أخوي طال عمرك تنوم 20 يوم في المستشفى، هل عليه الصلاة يقضيها ولا لا؟ نعم، المسلم لا يترك الصلاة ما دام عقله باقيا، سواء كان في المستشفى أو في غيره، لكنه يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. فالمسلم لا يترك الصلاة ما دام عقله باقيا، ويصليها على حسب استطاعته. إن كان يستطيع التطهر بالماء فإنه يجب عليه ذلك، وإن كان لا يستطيع التطهر بالماء فإنه يتيمم بالتراب ويصلي والحمد لله. وهذا خطأ أنه يترك الصلاة 10 أيام أو أكثر، ولا حتى يوم واحد ولا فرض واحد يتركه بحجة أنه مريض، هذا لا يجوز. نعم. لا، 10 أيام هو كان مرة تعبان يا شيخ. ولو هو تعبان ما دام فكره معه يصلي الصلاة في وقتها، وإذا احتاج إلى الجمع يجمع أيضا ولا يترك الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم.
ناخذ اتصال من الأخ أحمد من الباحة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يمسك به الخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. حفظك الله. تفضل سؤالك. عندي سؤالين حفظك الله. تفضل. السؤال الأول، أخذت لي عمرة وطفت وسعيت وأذن الظهر ورجعت أصلي وأحرقتنا الشمس في الحوق، فأخذت الإحرام على رأسي وأنا لم أقصر، هل علي شيء؟ السؤال يعني غطيت رأسك؟ أي نعم، غطيت رأسي عن الشمس وأنا ما بعد قصرت. أي غطيت رأسك بالإحرام؟ نعم. أي يكون عليك فدية، يكون عليك فدية تخير فيها بين ثلاثة أمور، إما أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، وإما أن تطعم ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع، وإما أن تصوم ثلاثة أيام. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، عندنا طال عمرك مسجد على الشارع العام، الشارع اللي يروح للطائف واللي يروح للبعث، ويتأخر الإمام ولا نطلع إلا الساعة واحدة وعشرة، ويتقفل الخط من اليسار ومن اليمين الرايح والجاي، فهل هناك توجيه للإمام جزاك الله خير؟ شكرا. أنتم وجهوه وطلبوه منه أنه يقدم الصلاة حتى يزول هذه المشقة، ويلاحظ الظروف المحيطة به وحول المسجد، ناصحوه في ذلك، فإذا لم يمتثل راجعوا إدارة المساجد لديكم في الباحة لتتفاهم معه. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ أبو فهد من الطائف. تفضل يا أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال بهو أمرك من جهة المساجد. تفضل. المساجد اللي بدون صكوك بدون مكافأة، هذا الأول. الثاني، المؤذن هو الذي قام بالمسجد ويحتاج تشجيع ومكافأة، وتحتاج المساجد مكيفات وفرش ومكبرات صوت بالتساوي. المؤذن هو الذي يقوم الناس من النوم مع الفجر وجميع أوقات الصلاة، ويحتاج دعم هو المؤذن والإمام والخدم. هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يا أخي، هذا السؤال مهم، والإمام جزاه الله خيرا فيما يقوم به من إيقاظ الناس للصلاة وتنبيه الناس على الصلاة وإمامته للمصلين، أجره على الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة إدخال المساجد في شؤون المساجد وإجراء مرتبات لها من الإمام والمؤذن والفراش، أنتم راجعوا فرع الأوقاف، راجعوا فرع الأوقاف في الطائف، وهو لا يقصر إن شاء الله في الواجب. نعم. شكرا لك. نأخذ اتصال آخر. فهد من بيشة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال يا أبو. تفضل. اللي يبغى يقدم زكاته قدام الحول بخمسة شهور ستة شهور يطيع عن زواجه، هذا هل يجوز؟ شكرا. نعم، لا بأس بذلك إن شاء الله، عند الحاجة لا بأس بتقديم الزكاة، ولو يعني لحولين فأقل يجوز هذا كما ورد في السنة. نعم. أبو كادي من سدير. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال يا شيخ، بالنسبة للتوبة من المعصية، إنه من شروط التوبة الندم على ما فات والعزم على عدم العودة للمعصية. الندم إن شاء الله إنه موجود، ولكن تكرار المعصية حاصل يا شيخ، ما الحل في هذا الموضوع؟ السؤال الثاني، عندي الوالدة الله يحفظها تصلي في غرفة من الغرف في البيت، وقدام الله يعزكم ويعز السامعين دور ثنية، فهي يعني ممكن ما أخذ يمين أو يسار قدامها جدار تقريبا، بس بشكل عام دورة المياه قدامها، ما شكون في ذلك؟ ودعواتكم يا شيخ لنا بالتوفيق. شكرا. الله يوفقنا لكم. نعم. السؤال الأول،
يسأل عن التوبة فضيلة الشيخ من المعصية. نعم، التوبة، التوبة إذا تاب الإنسان من الذنب توبة صحيحة ووقع فيه مرة ثانية فعليه التوبة، تكرار التوبة، ولا يقنط من رحمة الله، ولا يقول أنا رجعت إلى الذنب ولا لتوبة كما يأتيه الشيطان ويوسوس له، بل يكثر من التوبة كلما أذنب فإنه يتوب إلى الله. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه يبتعد عن أسباب الوقوع في المعصية كجلساء السوء أو النظر إلى الصور المحرمة أو إلى النساء أو النظر في الشاشات التي فيها الفتنة وفيها الشرور أو المطالعة في الصحف والجرائد والمجلات الماجنة أو كل ما يثير الشهوة يتجنبه ويبتعد عنه أو يوقع في المعصية. نعم. تصلي في غرفة قدامها يا شيخ دورة مياه؟ لا بأس بذلك، إذا كانت دورة المياه دونها جدار فلا بأس بذلك، ولا تلتفت عن القبلة بحجة أن ما أمامها دورة مياه، بل تصلي إلى القبلة، ولا يضرها إذا كانت دورة المياه محاطة بجدار وبينها فاصل والمصلي، لا بأس بذلك. نعم. هذه السائلة تقول يا شيخ بأنها امرأة طلقت منذ سنوات، كان يحصل خلاف تقول بينها وبين الزوجة الثانية، وقد أخذت منها بعض الصيغ الذهبية ورمتها بقصد الكيد لها، ماذا أفعل بها وكيف تتم التوبة؟ الواجب أمران، أولا التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل الذي فيه إضرار بالمسلمة، والأمر الثاني وهو مهم أن إذا كان الصاغ الذي تقول أو الذهب الذي تقول موجودا عندها فإنها تدفعه لها وتعتذر منها، وإن كان قد ذهب أو أنفقته أو ضاع فإنها تغرمه بمثله أو بقيمته في الوقت الحاضر لتبرأ ذمتها بذلك. نعم. معنا أبو أحمد من جدة، تفضل أبو أحمد. أبو أحمد معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ حياكم الله. يا شيخنا عندي سؤال، إيش حكم في ارتداد يا شيخ كشف وجهها؟ طيب. والمرأة اللي ما تسمع كلام جوزف كشف الوجه، هل يجوز الطلاق؟ طيب. شكرا. نعم، ستر الوجه واجب، يجب على المرأة أن تستر وجهها لأنه أعظم عورة في الجسم، والأنظار إنما تتجه إلى وجوه النساء، ولا تعرف المرأة الجميلة من الدميمة إلا بوجهها، وتغزل الشعراء إنما يكون في وجوه النساء كما هو معروف، فالوجه فتنة عظيمة، فيجب على المسلمة أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، ولا تلتفت إلى تشويشات المشوشين الآن الذين يشككون في تغطية المرأة لوجهها، فإن دينها ألزم عليها، وتقوى الله وطاعة الله ورسوله ألزم عليها، براءة ذمتها ألزم عليها، فلا تلتفت إلى هذه الترهات التي تشاع الآن، تغطية الوجه فيها خلاف، فيها كذا، فيها كذا، ويريدون بذلك أن المرأة تكون باذلة لزينتها أو تجالس الرجال وهي متزينة في وجهها ومتكحلة ومحسنة لوجهها بالأصباغ وتجالسهم كأنما تجالس محارمها أو تجالس زوجها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ذهب الحياء، وهذا سبيل إلى ضياع العفة وسبيل إلى التساهل في عفة النساء وكرامة النساء، فلا يلتفت إلى هذا الأمر. وإذا عصت المرأة وأبت أن تلتزم بالحجاب فإن زوجها يطلقها، لأن هذه معصية، ولا يجوز له أن يمسكها وهي مصرة على هذه المعصية،
وأيضا هي تربي بناته على 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 كشف الحجاب، لأن البنات يقتدين بأمهن. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ متصل آخر، حمود معنا على الخط. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. العم سلامتك، الله يوفقكم إن شاء الله في طاعته برضه. تفضل. عندي خلي معوق وأنا قايم به، أبغى يسلم له ضمان وحق تعوق، وأنا أخذه وأضمه به وأقوم به وكل شيء، أنا قايم به بكل حاجة، هل أخذه ولا كيف أسوي؟ لا يا أخي، هذا اللي يصرف له له ملك له، فأنت تصرف عليه بقدر حاجته، وإذا توفر شيء تحفظه له، تحفظه له في المستقبل، وأنت على أجر إن شاء الله في مساعدته وخدمته، أنت على أجر من الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول ورد في معنى حديث بأنه ستكون بعدي أثرة، ما معنى أثرة يا شيخ؟ الأثرة معناها الاستئثار بالمال دون الآخرين، المال العام يستأثر به بعض الناس دون الآخرين. نعم، فعلى المسلمين أن يصبروا على ذلك، ويلزم السمع والطاعة لولي الأمر، ولا يلتفت إلى ما عنده من الخطأ، لأن الخروج على ولي الأمر وما يترتب عليه من الأضرار أشد من الصبر عليه على ما عنده من النقص. نعم. علي معنا على الخط، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. خاتم التسبيح يا شيخ جزاك الله خير، ابغى استفسر عن حكمه. نعم، خاتم التسبيح. يا اخي ما للتسبيح خاتم، سبح الله بلسانك، واذا اردت ان تعد التسبيحات باصابعك فلا بأس، أو بحصى تعد التسبيحات بحصى لا بأس بذلك، وأما الخاتم ما أعرف هذا. نعم، جهاز تعد فيه نفس العداد يعني نفس الساعة. يا أخي اترك العداد، سبح بأصابعك أو بحصيات ولو اترك العداد. نعم، هل يتعوذ من الشيطان عندما يتثاءب الإنسان سواء كان متعبا أو قبل النوم؟ والآية تقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم، التثاؤب من الشيطان كما في الحديث، وعلى المسلم أن يكظمه ما استطاع، فإذا لم يستطع فإنه يضع يده على فمه ولا يفتح فمه بالتثاؤب، هذا من آداب التثاؤب، ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان، لأن هذا ما ورد أنه يقال عند التثاؤب، ما ورد هذا. وأما قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، المراد به الغضب، هذا عند الغضب، عندما يغضب الإنسان فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك يذهب عنه الغضب. نعم، تفضل يا صالح من مكة معنا على الخط. السلام عليكم. صالح لو سمحت قصر التلفزيون شوي لأنه مشوش علينا، قصر التلفزيون. الله يعافيك، تفضل سؤالك، تفضل يا صالح. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم الخير. كيف الحال؟ جزاك الله بالخير. تفضل. عندي طال عمر ثلاث أسئلة. عطنا سؤال. السؤال الأول، عندي والدة كبيرة في السن، وهي يعني ودنا تعبت في العصر القديم في الغنم، ونحن ودنا نضيحها، وهي تقول لا لازم النوام هذه، وهي حالة لا 70 سنة في السن يعني، وبيت نوديها في أفضل منه تقول لا ودني كذا، ولا أدري ناثم على الشيخ. هذا السؤال الأول. طيب بيجاوب الشيخ عليه. لحظة. طيب السؤال، يقول عندهم والدة كبيرة في السن فضيلة الشيخ، يريدون أن يأخذونها إلى بيت آخر، هل يحققون رغبتها وهي تريد أن تبيت يعني في بيتها الأول؟ نعم، إذا كان ما عليها خطر ولا عليها خوف
يتركونها في بيتها الأول. أما إذا كان عليها خطر من بقائها أو يخافون عليها فإنهم يقنعونها بالانتقال، ويقولون لها اذهبي معنا وجربي، فإذا لم يصلح نعيدك إلى بيتك، ونحو من هذا تفاهم طيب. نعم. وإذا كان بالنسبة للعبادات والصلوات يا فضيلة الشيخ يكون عقلها قد ذهب، هل يذكرونها؟ هل تصلي؟ هل إذا كانت ليس عندها عقل ذهب عقلها فليس عليها صلاة وليس عليها تكليف. أما إذا كانت تنسى، عقلها موجود ولكنها تنسى، فإنهم يذكرونها بذلك. نعم. هذه السائلة تقول يا شيخ هل يجوز أن نتخذ صوت الأذان بدلا من النغمات في جوالاتنا المنتشرة الآن فيما بين النساء وغيرهم؟ لا يجوز وضع الذكر، لا الأذان ولا القرآن ولا الأذكار، لا يجوز وضعها في الجوالات لغرض أنهم يتنبهون للمكالمة، هذا من امتهان الأذكار، ولكن يجعل منبها غير الأذكار، يجعل منبها يتحرك أو يصوت ولا يكون فيه تطريب، وإنما يكون مجرد منبه صوت قدر الحاجة. نعم. بعضهم يا شيخ صالح يجعل فيها أناشيد، هل يعني في ذلك شيء؟ كل هذا لا يجوز، الأناشيد ما تجوز لأنها من الأغاني، الأغاني ما تجوز من اللهو. نعم. حزام من القنفذة، تفضل يا حزام. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. شيخ عندي سؤال أنا. تفضل. نعم. بتسأل عن شو اسمه الصدقة، لماذا لا تجوز على البيت؟ بالرغم فيهم الفقير وفيهم المحتاج وفيهم ال طيب. والسؤال الثاني، لماذا لا يصرف خمس على البيت، لخمس بيت من المسلمين لأهل البيت؟ شكرا. ما فهمت السؤال يا أخي. يقول لماذا الصدقة لا تصرف على أهل البيت؟ كيف أهل البيت؟ يعني الزكاة. نعم نعم الزكاة يا شيخ. الزكاة لا تحل للأولاد، ما يصرفها على أولاده، ينفق عليهم من ماله ولا يعطيهم الزكاة وقاية لماله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني يقول يسأل عن الخمس. هذا ما هو عندنا. نعم. هذا يراجع المسؤولين عنه. طيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الأحذية والنعال وخصوصا عند دفن الميت في المقابر، وهل هو على الكراهة التنزيهية أم التحريم؟ ما حكم لبس النعال في المقابر والمشي على القبور؟ لا بأس بلبس النعال في المقابر للحاجة كحرارة الشمس أو الشوك أو الحصى، لكن لا يطأ على القبور، يحذر أنه يطأ على القبور. وأما أنه يلبسها ويمشي بين القبور أو في طرقات في المقابر فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول ما أفضل عمل صالح يقوي من إيماني، حيث أنني أحس دائما بأن إيماني ضعيف، ما أفضل هذه الأعمال الصالحة؟ أفضل الأعمال الفرائض، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم بعد الفرائض يتقرب إلى الله بالنوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيتقرب إلى الله بالفرائض أولا ثم بالنوافل من العبادات. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، هذا يقول عندي أرض وهو مخير بين أمرين، يقول إن جاءت برأس مال أو أكثر من ذلك فأنا سأقوم ببيعها، وإن لم تأتي برأس مال فأنا سأبنيها سكنا لأولادي، فهل تجب فيها الزكاة وكذلك الأراضي المعدة للبيع؟
أما الأراضي المعدة للبيع فتجب فيها الزكاة كل ما حال عليها الحول من بدءا من نيته لبيعها، فيزكيها يثمنها ويزكيها. وأما البيت اللي ما يدري يبيعه لا يسكن فيه فهذا لا زكاة فيه، لأنه متردد بين البيع والسكن فيه. فالزكاة إنما تجب فيما عزم على بيعه، فيما عزم على بيعه من البيوت أو الأراضي أو سائر عروض التجارة. نعم. أبو إسلام من الرياض معنا على الخط، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. الله يا شيخ، عندي سؤال. مرة حلفت يمين على واحد أخذ مني فلوس وهرب مني، ودخل بيننا وسيط، وقلت له يعني حلفت يمين، قلت له علي الحرام الطلاق لما تجيبها إني لا أسوي فيك وكذا، وبعدين للحين هارب ما شفته ولا للحين ولا سويت شيء، فماذا يكون علي؟ والسؤال الثاني، هل يجوز أنني أدعي من الكتب، يعني لأحفظ دعاء والرقية أرقي من كتاب، هل يجوز لي أن أرقي من الكتب وأدعي؟ طيب شكرا. أما السؤال الأول، تراجع المحكمة الشرعية أو تراجع دار الإفتاء بالرياض عن التحريم والطلاق. وأما السؤال الثاني وهو عن الرقية من الكتب المكتوبة، إذا كان الكتاب موثوقا، مؤلفه موثوق، والذي فيه من الأدعية الشرعية الواردة في الكتاب والسنة فلا بأس بذلك. نعم. محمد من الطائف، تفضل يا أخي محمد. نعم يا شيخ، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ جزاك الله خير، شيخ صالح الله يوفقك لما يحب ويرضى، ما حكم الجلوس للعزاء 3 أيام وذبح الذبائح ووضع الفرشات واجتماع القبيلة، واللي ما يحضر عندهم طال عمرك يزال عليها أبو الميت ولا أخوه ولا، يعني ما كنا نعرف الشيء ذا، نبغى منك توجيه يا شيخ وتوضيح هذا. الله يجزاك خير، لأن فتواك مقبولة إن شاء الله عند المسلمين. شكرا. يا أخي، هذا الإجراءات في العزاء من تحديد 3 أيام وتفرغ من الأعمال وجلوس في البيت وقدوم الناس إليه وذبح الذبائح، كل هذا لا أصل له، هذا من البدع والمحدثات ومن الآثار التي تشق على المسلمين. والعزاء مشروع لكن بغير هذه الطريقة. العزاء بالكلام بالدعاء، إذا لقيت المصاب أو اتصلت عليه بالجوال أو بالتلفون فإنك تقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميتك، ولا حاجة إلى إقامة مآتم وإقامة فرشات وأيام وكلها. وكونه يزعل مثلا والد الميت، يعلم، يقال له ترى هذا ما هو مشروع ولا هو من صالحك ولا من صالح الميت، يبين له هذا. نعم. طيب الشيخ صالح، لماذا الناس في وقتنا الحاضر يعني بدأوا يغالون في هذا الأمر في العزاء والسرادقات وغيرها والاجتماعات؟ بسبب الجهل والتقليد الأعمى، يقلد بعضهم بعضا وما يجدون توعية من المشايخ ومن العلماء كافية تبين لهم هذه الأمور حتى يتركوها. وإذا بين لهم ولم يقبلوا فولاة الأمور يمنعونهم منها بالسلطة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، هل يجوز أن أؤدي العمرة عن والدتي المتوفاة حيث أنها لم تؤدي العمرة وإنما قامت بالحج؟ نعم، هذا طيب أنك تؤدي عمرة الإسلام عن والدتك المتوفاة. إذا كنت اعتمرت عن نفسك أنت أولا عمرة الإسلام اعتمر عنها، وهذا من البر بها. نعم. يقول هذا السائل، فضيلة الشيخ، إذا كان في يدي جرح ومجبصة كيف يتم الوضوء في هذه الحالة؟ إذا كان فيها جرح وعليه جبص أو عليه ضماد أو عليه جبيرة فإنك تمسح على الحائل مما على الجرح، تمسح عليه
ويكفي هذا عن غسل ما تحته، والحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: الشيخ، إذا لبست الشراب على طهارة ثم مسحت عليه مثلا لصلاة الظهر ثم خلعت الشراب وأنا ما زلت على طهارتي، هل يجوز أن ألبس الشراب مرة ثانية وأمسح عليه لصلاة العصر؟ لا يا أخي، إذا خلعته انتهى المسح، لا، إذا عدت لبسه يبدأ من مدة المسح من جديد، وأما اللبس الماضي فقد انتهى بخلعه، لأنه يشترط في الحائل من الخف أو الجوارب استمرارها على الرجل إلى تمام مدة المسح، فإذا خلعتها أثناء المدة فإن المسح يبطل، فإذا لبستها تبدأ من جديد. نعم، تفضل يا أخي عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. ارفع صوتك عبد الرحمن. يا شيخ، الحين حنا الشباب ولا ندري متى نزكي، هل ابوي يزكي علينا ولا نحن نزكي؟ زكاة الفطر؟ لا، الزكاة، زكاة المال. زكاة المال. طيب، عندي سؤال ثاني بعد. يا أخي زكاة المال على المالك، ما هي على غيره، زكاة المال على المالك، كل من ملك مالا ويبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يزكيه، وإذا دفع الوالد الزكاة تبرعا منه فلا بأس بعد إذن من تجب عليه، يكون هذا من باب التوكيل. نعم. الأخت أم خالد تقول: الشيخ، بأن والدتي مريضة جدا ولازمة للفراش ويصعب عليها القيام والتوجه لدورات المياه، هل لها مثلا أن تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ إذا كانت تصلي بالوضوء ولكن يشق عليها الوضوء لكل صلاة فإنها تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، ولا مانع من الجمع، لأن هذا رخصة للمريض. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا الأخ عبد الله يقول: كنت تارك للصلاة لفترة معينة وأسأل عن قضاء الفوائت السابقة، وأنا الآن التزمت بفروضي. عليك بالتوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة في المستقبل، وأما ما تركته متعمدا فهذا لا يقضى، لأنك حين تركت الصلاة متعمدا لا تكون مسلما، من ترك الصلاة متعمدا خرج من الإسلام، لكن إذا تبت إلى الله ورجعت إليه وحافظت على الصلاة فإنك تلازمها في مستقبل حياتك، ويعفو الله عما حصل منك، لأن التوبة تجب ما قبلها كما في الحديث. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم معنا في برنامج فتاوى على الهواء مع هذا اليوم الأربعاء، والذي جمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على تساؤلاتكم من مكتبته بمدينة الرياض. شكرا لفريق العمل، وهذا زميلي مخرج هذه الحلقة عبد الله السعيد، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.